الحوثي يستعد لاقتحام أول المحافظات الجنوبية. لنشاهد التفاصيل. أفادت مصادر إعلامية بأن قصف مدفعي متبادل بين مقاتلي الحوثي من جهة وبين المقاومة الجنوبية في محافظة أبين جنوب اليمن. وكشف المركز الإعلامي للمقاومة الجنوبية بجبهة ثره عن تعرض مواقع المقاومة لقصف مدفعي من قبل مقاتلي الحوثي المتمركزة في مناطق بركان وعلي جبال ثره. وأشار المركز الإعلامي نقلا عن مصدر عملياتي إلى قصف مدفعي متبادل بين الجانبين عصر اليوم، وأن قوات الحوثي قصفت مواقع المقاومة الجنوبية في جبهة ثره بالمدفعية، ولم يفد المصدر حجم من الإصابات والأضرار التي لحقت بمواقع المقاومة جراء هذا القصف المدفعي، في ظل تخوف كبير بأن مقاتلي جماعة الحوثيين يمهدون لاقتحام محافظة أبين وسيطرتي عليها.